بثلاث ايام لان الحكومه كلها داخله علينا. الحكومه ما معاش تراخيص غلي، هو الفلوس اللي معانا خلصت حوالي مثلا 200 محل يتقفلوا بالطريقه دي. احنا مشكلتنا دلوقتي ان احنا عايزين نعرف في ايه، احنا مش عارفين مشكلتنا ايه، هل مشكله حي، هل مشكله اسم، هل مشكله مباحث، هل مشكله ايه تخلي حوالي مثلا 200 محل يتقفلوا بالطريقه دي. 6000 اسره بالظبط متشردين بسبب كل ده. ليه بقى احنا عايزين نعرف ليه؟ هي المشكله كلها ان احنا قافلين من قبل الوقفه بيومين. الحكومه ما معاش تراخيص غلق ولا تشميع ولا اي حاجه وشمعوا المحلات. ليه؟ عايزين نعرف ليه. مش عارفين ليه. الناس جت تفتح تاخد حاجتها اللي في المحل، بدات الحكومه تتعامل بشكل عنيف وبيضربوهم ويهزقوهم وكلام مش مظبوط. احنا دلوقتي عايزين نعرف لو احنا مخالفين نشوف المخالفات في ايه والحكومه تزيلها. هو استفسار بسيط، استغاثه لرئيس عبد الفتاح السيسي. النهارده بتقول الشباب والبطاله والعماله والناس دي كلها 6000 شاب وموظف وراجل وعامل شغالين بمالهم الخاص بيتاجروا عشان يطلعوا رزقهم ورزق عيالهم. احنا النهارده مقروب بيتنا بقالنا اسبوع، يعني رزق يوم بيومه. احنا عندنا مصاريف مدارس، عندنا عيد ما عيدناش، كلنا الفلوس اللي معانا خلصت. احنا كلنا مجتهدين، كل الناس دي عملت المحلات بشقة، كله تعب واشتغل عشان يبقى عنده المحل دوت. دلوقتي احنا دلوقتي مش لاقيين نصرف 600 محل واكتر من 7000 عامل، مش لاقيين اي جنيه نصرف منه. قفلنا المحلات واحنا قافلين المحلات جم شمعوا لنا المحلات. طب ده يرضي مين؟ يرضي ربنا؟ انا عندي دلوقتي كل واحد عنده محل جوه عنده مش لا يقل عن 6 أو 7 شباب شغالين، هيجيبوا منين؟ هيقعدوهم في البيت يعني ولا نعمل ايه؟ لان قوات امن داخله علينا وبيقولوا مصنفات وبيقولوا تراخيص وبيقولوا كلام كتير او مش فاهمينه، والناس بتحط شمع على المحلات بشكل غير شرعي وغير معروف، لا في ختم ولا في قرار ولا في اي حاجه، ولقينا قوات امن على البوابات بيمنعوا الناس من دخول المول وبيقفلوا المحلات من لحد النهارده. احنا النهارده رابع يوم العيد، النهارده الاثنين اول يوم المفروض احنا نشتغل، بقالنا اسبوع حالنا واقف ومفيش محدش بيفيدنا بحاجه. انا هاني سمير رئيس الاتحاد اعتبار الملاك بتاع المول. المفروض لو في اي جهه حكوميه عندي اي حاجه غلط والمفروض يبعت لي منشور او يبعت لي حاجه ورق يقول لي ان انت عندك مخالفات. انا لحد النهارده واخد بالك بقالي اكتر من سنه ماسك المول، مفيش ورقه واحده جات لي من اي جهه تقول لي ان انا عندي اي مخالفه، ولو عندي مخالفه انا ما عنديش مانع. واخدك تعالى ابعت لي قول لي انا عندك مخالفه الفلانيه وانا هحاول اظبطها مع صاحب المكان اللي موجود. بس اجي فوجئ قبل العيد بيوم تيجي لي مثلا مجموعه، واخد بالك، ما بين امن، ما بين حي، ما بين ده، ما بين ده، كذا مجموعه، انا ما بقتش عارف مين اللي جاي. طب في ايه؟ طب قولوا لنا. لا هنقول لك بعدين. طب هنقول لك بعدين. شمع 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 يشمع لي 64 محل ويقول لي عشان خاطر الشحم الشمع خلص، واخد بالك، انا خلاص بقى كفايه كده، يبقى احنا نقفل المول كله.